بنفسه سبحان الله. الدب الأشيب حيوان عنيف ومن الصعب قتله. ماعز يقتل دب أشيب، هذا هو الدب أيها الأحبة، هذا النوع من الدببة. فهذا الدب يتسلق على الجبال فأراد أن يصطاد الماعز ليتغذى عليه، وإذا بماعز هذا هو بعد تحليل العلماء وجدوا دبا ميتا، وهي طبعا كما يسمونها جريمة قتل لهذا الدب، وفيه عدة طعنات في البطن وفي الرقبة وفي كذا. فبعد التحليل تبين أن هذه القرون الحادة جدا لهذا الماعز المسكين هي سبب قتل هذا الدب، أي أن الماعز تفوق على الدب في هذا السلاح الذي زوده الله به سبحانه وتعالى. صورة عجيبة جدا أيها الأحبة.